هذا مركز اللي هو مختص بالإعاقة الذهنية. عندنا على مستوى ديال عمالة عين سبع الحي محمدي ثلاثة ديال المراكز. مركز اللي هو حي عادل اللي احنا أمامه، اللي هو دوره هو إدماج الأشخاص المعاقين. عندنا الفئات ديال الإعاقة الذهنية الثلاثي الصبغي من جميع الفئات، يعني دراري صغار وكبار، دورهم هو الإدماج ديالهم، هو التعليم باش يعتمدوا على النفس بالنسبه للاطفال، يعرفوا شي مسائل اللي هي مهمه لهم في الحياه. اكيد هاد المراكز الخاصه ديال الاشخاص المعاقين هي قليله على مستوى المملكه، لان هاد المعاق نعطوه فرصه باش يكون عنده واحد طاوله عندنا في المركز، لان ما استطاعش يلقى واحد طاوله في اقسام عاديه، لان الدوله ما هيئاتش برامج الاشخاص المعاقين باش يمكن ليه تدمج وتكون عنده واحد تتبع مدارس عاديه. اذا حنا كنلعبوا هذا الدور، تقريبا هنا واحد 80 طفل اللي كتستافد من هذه الخدمات الطبيه، التمدرس والخدمات الطبيه والشهه الطبيه. عندنا التمدرس، عندنا الترويض الطبي، عندنا ترويض النطق، وعندنا الترويض الحسي الحركي. لان كنعرفوا هاد الاطفال المعاقين خصهم، ما كاينش غير التمدرس، حنا ما كنتكلموا على التمدرس، كنتكلموا على الادماج، هما برامج خاصه لهم، برامج تربويه. بالنسبه لجلهم كيكون عندهم صعوبه باش يتكلم، كاين صعوبه في التركيز، اذا خصهم واحد الاطباء اخصائيين اللي يمكن لهم كيواكبوا معاهم باش يمكن ان شاء الله هذا الوليد يبدا يتجاوب مع العائله ديالو ويبدا يتجاوب مع المحيط ديالو. بالنسبه للاشخاص المعاقين ما نساوش كاين فئه ديال 6.8% من نسمه المغرب مصابه باعاقه، يعني تقريبا 2,200,000 شخص في وضع اعاقه بمختلف اعاقات الصم والبكم، المكفوفين، الاعاقه الجسديه والاعاقه الذهنيه زائد التوحد. حنا كمعاقين كنعانيو من الولوجيات، كيف يعقل كاين قانون ديال الولوجيات والناس ما محترماش؟ كتمشي لاي مرفق عمومي، اي من حقي انا ندخل مثلا اي مقهى اي مطعم، ولكن ملي كنجي ما كنلقاش ولوجيات، كنمشي ندير تصحيح الامضاء. من حقي واحد عندي كرسي متحرك وبغيت نمشي انجليزي واحد الوثيقه، ماشي كتكون نوع من الشفقه ولا كيطلبوني الناس باش يهزوني باش نمشي انجليزي الورقه ديالي. خصني تكون عندي واحد الاولويه في الولوجيات، ولهذه مساله اللي الناس تحدوا اللي فاتوها وحنا باقيين كنتكلموا. يمكن اللي كتشوف على مدينه الدار البيضاء ما كاينش اماكن مخصصه للمعاقين في الولوجيات، جل المرافق ديال العمالات والجماعات والمقاطعات ما فيهمش الولوجيات، كنعتبروا حنا هذا اقصاء تهميش، ما معترفينش بهذه الفئه ديال المعاقين. ربما الحكومه ما عندوش في دارو شي معاق، اذا المعاق ماشي كيوقع حتى يجي اليوم الوطني للمعاق ونبداو نناقشوا الوضعيه ديالو. الوضعيه ديال الشخص المعاق ستكون طيل السنه، والدوله تنكب ودير بان خصها تهتم، ما تكونش غير شعارات، ما تكونش غير اراء، ما تكونش بان الدوله حتى كيقرب ذاك اليوم، اليوم الوطني، ونشوفوا اجرنا هاد المعاقين. السلام عليكم.